وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري السيد محمد ياسين النجار. أهلا بك سيد محمد. بداية، أسبوع مر على صدور القرار 2401 والذي يقضي بفرض هدنة لمدة شهر في الغوطة، بعد أسبوع على القرار كيف تقيمه؟ الواضح تماما أننا نعيش مرحلة انغلاق أممي وصراع أممي يتم على الأراضي السورية. القرار الذي صدر عن مادة الأمن قرار بلا أي مخالف، ومنذ اللحظة الأولى لإصداره تكلمت المعارضة السورية وأهلنا في الغوطة أن هذا القرار لن ينفذ من خلال تجاربنا السابقة مع روسيا ومع النظام أيضا. لذلك أنا أظن أننا نعيش مرحلة استفادة من عامل الوقت يستفيد منها النظام، بينما الدول الصديقة لسوريا وأيضا الدول الأساسية في مجلس الأمن مجرد تحاول محاولات لإصدار قرارات أممية غير ذات. طيب في هذه النقطة ما الآليات الواجب اتباعها لتطبيق القرار المنتهك كما تفضلت من قبل النظام وحليفه؟ في حال لم يمكن الشعب السوري وقواته العسكرية من الدفاع عن نفسه، من أيضا إصابتها إصابات قوية، أنا أظن أن الروس وأيضا النظام ماضين في مشروعهم في عملية التغيير الديموغرافي التي تتم من شمال سوريا إلى جنوبه. لذلك لا، هذه القرارات الأممية هي قرارات شكلية إذا ما أردنا أن نشاهدها. لم توقف القتل في سوريا، لم تمنع حصار المواطنين في الغوطة ولا في إدلب ولا في أي منطقة أخرى، والشعب السوري يدفع دماءه منذ 7 أعوام وحتى الآن. طيب، يعني لم يقتصر القصف على الأسلحة التقليدية، لكن تطور الموضوع إلى السلاح الكيميائي. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي التحرك الأمريكي دبلوماسيا إلى وقف الهجمات الكيميائية؟ لا يمكن إصدار أي قرار أممي في ظل وجود فيتو تملكه روسيا والصين أيضا. لذلك هذه القرارات المحاولات أنا أظن هي عملية غير ذات جدوى. هناك صراع أممي يحصل على الأراضي السورية. روسيا البارحة الرئيس الروسي بوتين يتكلم عن تجريبه أسلحته الجديدة على الأراضي السورية من سوخوي 57 إلى الصواريخ الباليستية إلى منظومة الدفاع الجوي. لذلك إذا لم يكن هناك عمليات تسليح للمعارضة السورية، لم نقل المجابهة الأمريكية الروسية، عندها سوف تمتنع حرب عالمية. بعض الأسلحة وعلى رأسها الأسلحة المضادة للطائرات أنا أظن يمكن أن تجعل الروس يفكرون بشكل جدي التعامل مع القرارات الأممية. طيب، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم يعقد جلسة لبحث الأوضاع في الغوطة. برأيك هل يمكن أن يحدث أو يخرج قرار قد يغير في الأوضاع في الغوطة؟ هذه القرارات، نحن نشكر كافة الدول التي تقدم مشاريع قرارات، لكن هذه القرارات لا يمكن أن تكون مؤثرة في الجانب الروسي. الروس يقولون منذ بداية إصدار بيان جنيف 1 وحتى الآن أن الحل السياسي هو الأساس في سوريا. أين الحل السياسي الذي يتكلمون عنه؟ هل شاهدت أي حل سياسي؟ هل ضغطوا على نظام الأسد حتى يدخل مفاوضات جادة في جنيف؟ نحن نراقب بشكل مباشر. يعني بصراحة يمكن القول هنا سيد محمد، يمكن القول هنا بأنه الشعب السوري بمعارضته السياسيين الذين يتحدثون وحتى الدول التي تسعى إلى يعني هدنة وما إلى ذلك في دائرة مغلقة طالما وجد الفيتو. طيب، ما الحلول؟ ما البدائل الموجودة الآن؟ هناك حلول، إما قطف نظام الأسد من قبل الأمريكان وقد تم ذلك في مناطق في دير الزور ومناطق أخرى، أو تمكين الشعب السوري للدفاع عن نفسه. لا يعقل أن يكون هناك محاصرة للشعب السوري بعدم تسليحه بشكل مباشر بأسلحة قادرة على إيلام النظام، وفي المقابل يقولون أنهم يريدون الدفاع عن الشعب السوري. هناك 1,000,000 شهيد ونصف الشعب السوري أصبح مهجر، ونصف العالم يقول أنه مع الشعب السوري. ماذا يفيد الشعب السوري أن يكون نصف العالم معه وهو يدفع ثمن دماء ذكية على أراضيه؟
شكرا جزيلا السيد محمد ياسين النجار المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.